ما أود القيام به في هذا الفيديو هو تحقيق الظروف التي نستطيع من خلالها أن نثبت أنه عند المجال المتجهي أو أن التكامل الخطي المتجهي يكون مستقل المسار. دعوني أفرض أنني سأخذ هذا التكامل الخطي عبر المسار C ل F دوت دي آر، ودعونا نفرض أن المسار يبدو هكذا. إذا هذا هو محور إكس وواي، ودعونا نقول أن المسار يبدو هكذا. فلنبدأ من هنا ثم أستمر حتى هذه النقطة، نقطة النهاية، والمنحنى هنا هو سي، ولهذا سأقوم بتقييم التكامل الخطي هذا المجال المتجهي على طول المسار، ويكون هذا مجال متجهي مستقل المسار، أو يمكننا تسميته المجال المتجهي المحافظ إذا كان هذا الشيء مساويا لنفس التكامل خلال مسار مختلف. سيكون له نفس نقطة النهاية، ولهذا دعونا نسمي هذا C1. إذن هذا C1 وهذا هو C2. المجال المتجهي يكون محافظ إذا بدأت من نفس النقطة لكن بأخذ مسار مختلف. لنفترض أنني سأذهب إلى شيء مثل هذا، لو أنني أخذت مسار مختلف، هذا هو C2 لدي، ما زلت أحصل على نفس القيمة. ومن هنا يتضح لي أن كل ما يهمني في عملية تقييم هذه التكاملات هو نقطة البداية ونقطة النهاية، ولا يهم الذي نفعله بين ذلك، ولا يهمني أيضا كيفية البدء من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. هذين التكاملين لهما نفس نقطة البداية والنهاية، ولهذا بغض النظر عن مسارهما الفعلي فإنهما سيكونان نفس الشيء، وهذا بالضبط ما تعنيه F بكونها مجال محافظ، أو ما يعنيه هذا التكامل بكونه مستقل المسار. ولهذا وقبل أن أثبت لك الشروط، دعونا نشرع في بناء معدة الأدوات قليلا. إذا لنفترض أنك رأيت أو ربما لا قاعدة السلسلة متعددة المتغيرات Multi Variable Chain Rule. لن أقوم بإثباتها في هذا الفيديو، لكن أعتقد أنها ستكون حافز جيد لكم، ولهذا لن أحتاج لإثباتها لكم أو سأقوم بذلك في النهاية، لكنني أريد أن أنمي حافز الاستنتاج لديكم. وكل ما تنص عليه هو أنه عندما يكون لدينا بعض الاقترانات، دعونا نقول أن لدي F الـ XY، لكن XY هما اقترانات لمتغير ثالث لنقل أنه T، وبذلك فإنه F لـ X الـ T Y الـ T، والمشتقة لـ F بالنسبة لـ T متعددة المتغيرات. لدي متغيران يشتركان في X و T، هذا سوف يكون مساويا لجزئية F بالنسبة لـ X. كيف تكون سرعة تغير F مع تغير X؟ ضرب مشتقة X بالنسبة لـ T، هذا هنا اقتران بمتغير واحد حتى تتمكن من أخذ المشتقة العادية إذا ضربت مدى سرعة تغير X بالنسبة لـ T. هذه هي المشتقة المعيارية، وهذه هي المشتقة الجزئية، لأنه في ذلك المستوى نحن نتعامل مع اثنين من المتغيرات ولم ننتهي بعد. مدى سرعة تغير F بالنسبة لـ Y ضرب المشتقة بالنسبة لـ T، إذا مدى سرعة تغير F بالنسبة لـ Y ضرب المشتقة بالنسبة لـ T، وهذا dy dt. وأنا لن أثبت ذلك، ولكن أعتقد أنه يجعل الفكرة أوضح. هذا مثل القول عندما أسير قليلا لـ dt، فكم قيمة dF التي سأحصل عليها؟ ما مدى سرعة التغير في F بالنسبة لـ T؟ سنقول حسنا، هناك طريقتان، يمكن أن تتغير بالنسبة لـ X ويمكن أن تتغير بالنسبة لـ Y. إذا لماذا لم أجمع هذين الشيئين معا؟ فكلاهما يتغير بالنسبة لـ T.
حسنا، هذا كل ما نقوله. وإذا تخيلت أنه يمكنك أن تلغي جزئية x هذه مع هذه الدي اكس، وجزئية y هذه مع هذه الدي واي، يمكنك أن تتخيل الجزئية لf بالنسبة لt على جانب x من الأشياء، ومن ثم زائد الجزئية لf بالنسبة لt في البعد y، ومن ثم ذلك سيعطيك التغير الكلي لf بالنسبة لt. ربما أن هذا يبدو مربك بعض الشيء. إذن تلك هي مجموعة الأدوات لدينا. هناك قاعدة السلسلة متعددة المتغيرات، سوف نضع ذلك جانبا. الآن دعونا نقول أن لدي مجال متجهي F، وهي تختلف عن F هذه، لذلك سأفعلها بلون مختلف بالأرجواني. لدي مجال متجهي F وهو اقتران لx وy. دعوني أقول أن ذلك سيحدث ليصبح التدرج لمجال قياسي. دعونا نقول أنه يساوي التدرج لمجال قياسي، سأسميه F الكبيرة، وهذا هو التدرج الذي يعني F الكبيرة. هو أيضا اقتران لx وy، لذلك لا أريد كتابته في سطر جديد. يمكنني أيضا كتابته في الأعلى هنا. F الكبيرة هي أيضا اقتران لـ x و y، وكل ما يعنيه ذلك هو أن المجال المتجهي F لـ x و y، الحالة السفلى من F لـ x و y، تساوي المشتقة الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ x، الحالة العليا F بالنسبة لـ x ضرب متجه i، زائد الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ y ضرب متجه الوحدة j. هذا هو تعريف التدرج هنا. وإذا تخيلت الحالة العليا F هي نوع من السطح، إذا الحالة العليا F هي نوع من السطح مثل ذلك. هذا الحالة العليا F لـ XY، التدرج F لـ XY سيذهب ليكون مجال المتجه الذي يخبرنا اتجاه أشد منحدر عند أي نقطة، ولذلك سوف تكون معرفة على المستوى XY. إذن على المستوى XY، حسنا دعوني أرسم. هذا هو المحور العمودي، ربما ذلك هو المحور X وذلك هو المحور Y. إذن التدرج له، إذا أخذت أي نقطة في المستوى XY فإنه سيخبرك بالاتجاه الذي تحتاجه لتذهب في أعمق انحدار، ولهذا فإن مجال التدرج سيصبح شيء كهذا، سيصبح شيء مثل هذا. وربما هنا سيبدأ بالذهاب في ذلك الاتجاه، لأنك ستنحدر نحو نقطة الحد الأدنى هذه هنا. على أي حال، لا أريد تكبد الكثير من العناء، وجميع النقاط لهذا هي ليست للحصول على حقيقة المعنى وراء التدرج، هناك فيديوهات أخرى حول هذا. النقطة لهذا هي لإعطائك اختبار آخر لرؤية ما إذا كان الشيء هو مستقل المسار، ما إذا كان المجال المتجهي مستقل المسار، وما إذا كان محافظ. سوف أقوم بإثبات ذلك الآن. إذا كان هذا موجود، إذا كانت F هي تدرج لمجال قياسي، ومن ثم F محافظة، then F is conservative. أو يمكنك أن تقول أنه لا يهم المسار الذي نتبعه عندما نأخذ التكامل الخطي عبر F، نحن نهتم فقط بنقطة البداية ونقطة النهاية لدينا. والآن دعوني أرى إذا كنت أستطيع إثبات ذلك لك. إذن دعونا نبدأ مع افتراض أن F يمكن كتابتها بهذه الطريقة، مثل التدرج الحالة السفلى F يمكن كتابتها كتدرج الحالة العليا F
إذن في تلك الحالة التكامل، حسنا، دعونا نعرف مسارنا أولا. إذن اقتران متجه الموضع لدينا، نحن دائما بحاجة لواحد من هذه لعمل التكامل الخطي أو الاقتران الخطي المتجهي. R التي ستساوي X التي ضرب I زائد Y التي ضرب J. تي تذهب بين A و B. تي تذهب بين A و B. لقد رأيت هذا عدة مرات. هذا هو تعريف أي مسار في بعدين. تعريف أي مسار في بعدين. وبعدها سوف نقول أن F الـ X Y، F الـ X Y ستساوي، هذا ستكون المشتقة الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ X. لذلك نحن سنفرض أن هذا موجود وهذا صحيح، ضرب I زائد الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ Y ضرب J. والآن هذه تعطي ما هي الحالة السفلى F dot dr. الحالة السفلى F، الحالة السفلى F dot dr ستساوي عبر هذا المسار هنا. هذا المسار يعرف بواسطة اقتران متجه الموضع هناك. حسنا، ستكون مساوية ل، نحن بحاجة لإيجاد ما هي دي آر، وقد قمنا بهذا في عدة فيديوهات. سوف أفعل هذا هنا. دي آر لقد شاهدناها عدة مرات، في الواقع سوف أحلها مرة أخرى. دي آر دي تي من خلال التعريف كانت تساوي دي إكس دي تي. دي إكس دي تي ضرب آي، دي إكس دي تي ضرب آي زائد دي واي دي تي ضرب جي. دي واي دي واي دي تي ضرب جي، هذا هو دي آر دي تي. ولذلك إذا أردنا إيجاد ما هي دي آر التفاضل لدي آر، إذا أردنا التلاعب مع التفاضل بهذه الطريقة، نضرب كلا الطرفين بدي تي. في الواقع سوف أتعامل مع دي تي، سوف أضربها، سوف أقوم بتوزيعها. إنها دي إكس دي تي ضرب دي تي آي زائد دي واي دي تي ضرب دي تي جي ضرب دي تي جي. لذلك إذا أخذنا الضرب النقطي لـ F مع دي آر، F مع دي آر، ما الذي سوف نحصل عليه؟ حسنا، هذا سيصبح التكامل عبر المنحنى. التكامل عبر المنحنى سأكتب سي هناك. يمكننا أن نكتب من حيث نقاط النهاية لتي، حينها سنشعر جيدا أن لدينا كل شيء بعبارة تي، لكنها ستساوي هذا دوت ذلك، والذي يساوي، سأحاول أن أبقي اللون متناسق، الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ X ضرب ذلك ضرب dx dt. سوف أكتب هذه الـ dt بلون مختلف، ضرب dt زائد الجزئية للحالة العليا F، الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ Y ضرب، سوف نضربه بمركبة J، أليس كذلك؟ عندما نأخذ الضرب النقطي نضرب المركبة I، ومن ثم نضيف ذلك إلى الذي حصلنا عليه من ناتج مركبة J. إذا هذه مركبات J الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ Y. وبعدها لدينا ضرب، سأبدل للأصفر، دي واي دي تي ضرب تلك ال دي تي هناك، دي تي. وبعدها نستطيع إخراج دي تي كعامل مشترك،
إذن دعوني أكتب هذا، دعوني أكتب هذا مرة أخرى. إذن هذا يساوي التكامل، دعونا نقول أنه لدينا بدلالة تي، سنكتب كل شيء بدلالة تي، لذلك تي تذهب من A إلى B، ولذلك هذا سيساوي، سأكتبها بالأزرق، الجزئية، الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ X ضرب dx dt، زائد سأوزع هذه الـ dt خارجا، زائد الجزئية للحالة العليا F بالنسبة لـ Y ضرب dy dt، وجميعها ضرب dt، جميعها ضرب dt. هذا مكافئ لهذا، هذا مكافئ لهذا. الآن ربما أنك أدركت لماذا تحدثت عن قاعدة السلسلة متعددة المتغيرات، ما هذا الذي هنا وما ذلك الذي هناك. نستطيع عمل نمط مطابقة، ذلك نفس الشيء كالمشتقة للحالة العليا، المشتقة للحالة العليا F بالنسبة لـ T. انظر إلى هذا، دعوني أنسخ وألصق، نسخ نسخ، ومن ثم لصق. إذا هذا هو تعريفنا، أو هذا لن أقول التعريف لأنه في الواقع شيء يمكنك إثباته، أنت لم تبدأ من هناك، لكن هذه قاعدة السلسلة متعددة المتغيرات، هنا مشتقة أي اقتران بالنسبة لـ x هو الجزئية لذلك الاقتران بالنسبة لـ x ضرب dx dt، زائد الجزئية لذلك الاقتران بالنسبة لـ y ضرب dy dt، لدي الجزئية للحالة العليا f بالنسبة لـ x ضرب dx dt، زائد الجزئية للحالة العليا f بالنسبة لـ y، هذا وهذا هما متطابقان، فقط إذا قمت باستبدال الحالة السفلى f هذه بالحالة العليا f، إذا هذا بالأزرق هنا، كل هذا التعبير سيساوي التكامل من تي، التكامل من تي تساوي A إلى تي تساوي B، التكامل من تي تساوي A إلى تي تساوي B بالأزرق هنا، مشتقة F بالنسبة لدي تي، مشتقة F بالنسبة لدي تي ضرب دي تي. كيف ستقوم بتقييمها؟ دعوني فقط أضع دي تي بالأخضر. كيف ستقيم شيء مثل هذا؟ أنا فقط أريد عمل نقطة، هذه فقط من قاعدة السلسلة متعددة المتغيرات، كيف سنقيم تكامل محدود مثل هذا؟ حسناً، ستأخذ المشتقة العكسية للداخل بالنسبة لدي تي، إذن ماذا سيساوي هذا؟ سنأخذ المشتقة العكسية للداخل، إنها فقط F، إذن هذا سيساوي F at T، F التي. دعوني أوضح هذا، لقد كتبنا هذا قبل، إن F هي اقتران، وبهذا الحالة العليا F لدينا هي اقتران لـ X و Y، والذي يمكن كتابته بما أن كل من هذه عبارة عن اقترانات لـ T، إذا يمكن كتابتها مثل F لـ X التي Y التي. أنا فقط أعدت كتابتها بطريقة أخرى، وهذا يمكن كتابته فقط مثل F at T. هذه جميعها متكافئة وتعتمد على إذا ما أردت أن تشمل الـ X والـ Y فقط أو الـ T فقط أو كلاهما، لأن كل من X و Y هما اقترانات لـ T. إذن هذه هي المشتقة لـ F بالنسبة لـ T. إذا كانت هذه فقط بدلالة تي، هذه هي المشتقة لذلك بالنسبة لتي، نحن أخذنا مشتقتها العكسية وغادرنا فقط مع F التي، وسوف نقيمها من تي تساوي A إلى تي تساوي B، ولذلك فإن هذا يساوي، هذا يساوي F ال B ناقص F ال A، F ال A. وإذا أردت التفكير به بهذه العبارات فهذا نفس الشيء، هذا يساوي F ل X ال B Y ال B.
ناقص F ل إكس ال A واي ال A. هذه متكافئة، أنت تعطيني أي نقطة في المستوى إكس واي، أي إكس وواي، وهي تخبرني أين أنا. هذه هي إف الكبيرة، إنها تعطيني الارتفاع فقط مثل ذلك. هذا يربط القيمة مع كل نقطة على المستوى إكس واي. لكن تذكر أن كل هذا التمرين هو نفس الشيء مثل هذا. هذه جميع الأشياء لدينا التي نحاول إثباتها، إنها تساوي f dot dr، و f dot dr هي مجال متجهي والذي هو التدرج لإف الكبيرة. تذكر إف كانت تساوي التدرج لإف. نحن نفرض أنها التدرج لاقتران إف الكبيرة. إذا كان ذلك هو الحالة، بعدها سنفعل قليلا من التفاضل والتكامل أو الجبر أيا كانت تسميته، وسنجد أننا نستطيع تقييم هذا التكامل عن طريق تقييم إف الكبيرة عند تي تساوي بي، ومن ثم نطرح من ذلك تقييم إف الكبيرة عند تي تساوي A. لكن ما يخبرك ذلك به هو هذا التكامل. قيمة هذا التكامل هي فقط تعتمد على نقطة البداية تي تساوي A. هذه النقطة إكس ال A مع واي ال A، ونقطة النهاية تي تساوي بي، والتي هي إكس ال بي مع واي ال بي. والتكامل هو فقط يعتمد على هاتين القيمتين. كيف عرفت هذا؟ لأنه حتى أحلها فقد قلت أن هذه الأشياء موجودة، أود فقط أن أقيم ذلك الشيء عند هاتين النقطتين. أنا لا أهتم بالمنحنى الذي بينهم. إذن هذا يظهر أنه إذا كانت إف تساوي التدرج، هذا غالبا يسمى اقتران الجهد لإف الكبيرة، على الرغم من أنها عادة سالب بعضها البعض، لكنها نفس الفكرة. إذا كان المجال المتجهي إف هو التدرج لمجال قياسي الحالة العليا إف، بعدها نستطيع القول أن إف محافظ كونزيرفاتيف، أو أن التكامل الخطي لإف دوت دي آر مستقل المسار. لا يهم المسار الذي نسلكه طالما أن نقطة البداية ونقطة النهاية هي نفس الشيء. أتمنى أن تجد ذلك مفيد، وسنقوم ببعض الأمثلة على ذلك، وحقيقة في الفيديو القادم سوف أثبت نتائج أخرى ممتعة تعتمد على هذه. إلى اللقاء.